السلام عليكم احباب، معكم ميدو كلاش. ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله. خوتي هذا الفيديو درته لكم سبيسيال كلاش كما العاده. خوتي نهضروا في الصح كما نقولوا، كما قال لك المثل، نهضروا غير شويه ونفهموا بزاف. درته لكم هذا الفيديو خوتي فيما يخص عيد الاضحى، العيد الكبير، عيد الاضحى على الابواب، باقي له مابا 14 جور ولا نهضروا فيه شويه. خوتي العيد الاضحى ثلاث صوالح، ثلاثه نتاع الاشياء بور فون. نمشيو للغاني، الفقير المتوسط، وكاين الفقير 16 درجه فقر تحت الصفر. كي نقول لكم 16 درجة فقر تحت الصفر، كما التجمد، هذا وصل للتجمد بالفقر. يعني خوتي ما نهضروش على الانسان اللي يكون غني مرفه تتوفر فيه شروط باش يعيد عيد كبير، يشري خروف تاع سنة، يشريه ب 4 مليون ولا 5 مليون ولا 6 مليون. يعني راه مطبق السنة كيما نقولوا، يشري خروف تجي عليه، يقدر مام طون يقدر يعيد بخروف شباب ما شاء الله، ويقدر يعيد حتى للناس، يدير خير، يصدق. نروحوا للطبقة الوسطى، يقدر يعيد. نقول باللي عيد بصح، ولكن السؤال اللي قام تروح خوتي في هذا الواقع اللي رانا عايشين فيه، هذا المجتمع اللي رانا عايشين فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحكوا على الطبقة الفقيرة اللي مساكين راهم يعانيو، تشق له راسه، ما كانش مازال ما بداش يديسيدي العيد الكبير في راسه، مقلوع، ما يقدرش، الله غالب، إمكانيات ما تسمحلهش. العمل تاعه اليومي، القوت اليومي تاعه يجيبه يخلصه غير باش يفطر ولا يتعشى. شكون هما اللي يديروا هاد لي زافير تاع النش والمشاكل نتاع العيد؟ هما النساء، مانيش نعمم، راني نقول بعض النساء، باسكو مانيش نعمم. انا هاد الفيديو درته دفاعا عن المساكين القهر الرجال. كاين رجال مقهورين بنساهم. دروك هو كاين اللي عنده امكانيات يعيد بخروف تاع زوج 2 مليون، 2 مليون بالك يعيد بخروف تاع مليون ونص، بالك يعيد بعيد بخروف. بصح لا، كاين اللي الزوجه نتاعها تزيره، دير له جيافه هنايا، تقول له روح جيب لي خروف تاع 4 ملايين باش نزوخ على حبيبتي، باش دير لافريم مع صاحبتها. سما صار لها كيما هذيك البلغه نتاعها مخدومه بالحلفه، بغيت تخطى النار. هذه هي. كاين بزاف نساء يديروا مشاكل لرجالهم، جيب لي خروف نتاع يكون كبير ومقرن، وهو راجلها يجيب ثمن قوطي ياورت، اقسم بالله بالك يسلف باش يدي خبيزه لولاده ويدير لهم تخبط. انا بزاف ناس لقيتهم جبرتهم كارهين قانطين، مالكم اودي راه عندي مشكله تاع العيد، هو مسكين. هذه هي يا خوتي. وانا نعرف واحد الانسان مسكين ما يهدرش، يقول اودي انا راه خاصني واحد اللي محتاج سيبري، اقسم بالله ما يهدره. انا نعرف ناس تبقى دقيقه، قد ساعتين للعيد الاضحى، عاد عرفناهم باللي مخصوصين، باللي مساكين ما حشمو يهدروا. قالك لي تجبر انت يا هاك شوي ومنا وما عنديش، ودير لي تبرئ وبالعطف الناس، هذاك بينهد باللي خلقه. بصح حنا نهضروا على بعض المشاكل العائليه، كل ما يجي هذا العيد الاضحى ينوضوا واحد المشاكل. وكاين حنا ماناش حنا نهضروا على فيما يخص هذا المحتوى الكبير، ما كاين محتويات اللي واحد النساء قاهرين رجالهم، قاهرين واحد القهر ما يتصورش، اقسم بالله العلي العظيم. هذا الكلام اللي غادي نقوله لك كلام واقعي، من الصبحية تاع ربي مسكين كينور
يضل بسموشات إلى الحب إلى الحب الحب ثمن خمسة تاع الخبزات وشكرا على الحليب. وتزيد بون بليس دي سون تقول له الزوجه نتاع الزوجه نتاعها غضب لي خوف نتاع 4 مليون خمسة باش نبريمي على جارتي شوف جارتي شوف جارتي اما تاع عنديش اللي فوق اختي. كاين مساكين اقسم بالله العلي العظيم اللي راه كل اللي راه تلفت له في العيد الكبير ومازال مسكين راه متخبط. خوتي واش نقول لكم اقسم بالله لا رانا في واقع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونتمنى إن شاء الله الإنسان اللي يكون مغبون ربي يفرج عليه يا ربي يفرج عليه واللي مريض الله يجعل ربي يشافيه. خوتي بارطاجيو هذا الفيديو ميدو كلاش يبغيكم وإلى الملتقى إن شاء الله.